زي ما في دواعي استخدام لأي دواء indications، في كمان موانع استخدام للدواء اللي هي contraindications. والcontraindications في عندنا منها نوعين، اللي هو الabsolute contraindications والrelative contraindications. الفرق بين الabsolute contraindications والrelative contraindications، الabsolute يعني معناها لو أنا شفت الcontraindication ده في السبجكت اللي أنا بعالجه، طبعا المودريتي تبقى absolutely contraindicated، ما ينفعش أنا استخدمها، تمام؟ إنما relative contraindicated معناها لو أنا شفت الabnormality دي في بارت من جسم السبجكت اللي أنا بشتغل عليه، طبعا ممكن أشتغل على البارت التاني لكن ما ينفعش أشتغل على نفس البارت ده. وrelative contraindication برضو معناها كمان إن أنا ممكن ألاقي الحاجة دي في البارت اللي بشتغل عليه، بس طبعا باخد احتياطاتي أو باخد precautions، بقى عندي شوية precautions قبل ما استخدم الموداليتي، فاخدها بالاعتبار. دي اسمها relative contraindications. absolute contraindications زي البريجننت وومن. البريجننت وومن عموما contraindicated ان استخدم مع الموداليتي او الاجهزة، تمام؟ لان اغلب الاجهزة اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون تدي direct energy للتيشوز او current للتيشوز، او ممكن اصلا اي جهاز طبعا بيتكون حواليه زي الكتروماجنتيك فيلد. ما هي اصلا في العموم الست الحامل بتتعرض لاجهزه كتير في حياتها اليوميه، طب اشمعنى في الفيزيوثيرابي ما نستخدمش معها الالكتريكال ديفايس؟ ببساطه لان البريجننت وومن ممكن انت توصف لها الكتروثيرابي ديفايس مثلا 3 تايمز بير ويك، 4 تايمز بير ويك، اور ديلي، اور توايس بير داي، تمام؟ كل ده هي بتتعرض للجهاز فترة طويلة. مشكلة ان هي خصوصا لو هي في الفيرست تريمستر اللي هو الشهور الحمل الاولى، الالكترومغنيتيك فيلد او اي انرجي غير الانرجي الطبيعية اللي عندها ممكن تأثر على الفيتس، وممكن maybe يحصل له congenital anomalies. فعشان كده عشان نبعد عن اي اضرار ناتجه عن الديفايسز ما بنستخدموش اساسا مع البريجننت وومن. بريجننسي مالجننسي اور مالجننت تيومر. مالجننت تيومر يعني هو الورم الخبيث. احنا عندنا الاورام تنقسم الى بناين تيومر ومالجننت تيومر. البناين تيومر اللي هو الورم الحميد اللي هو بيبقى كابسوليتد محدد في مكانه، لو هو بعيد عن vital organ زي مثلا البرين او مثلا الاسوفيجس مثلا مش ضاغط عليهم، فبالتالي ما يقاش منه ضرر كبير وليه علاج معين. العلاج ده ممكن هو مثلا هما يستأصلوا الورم نفسه، لكن ما فيش منه اضرار او ما فيش منه خوف ان هو ممكن يحصل له spread ل other parts of the body، تمام؟ انما المالجننت تيومر، مالجننت تيومر ده بيبقى في الغالب بيبقى ممكن الريسك اوف سبريد ان هو ينتشر، اللي هو الكانسر ان هو ينتشر في الجسم ده موجود في شكل ميتاستاسيس، تمام؟ فبالتالي انت لما تيجي مثلا تستخدم اي الكتروثيرابي موداليتيز وخصوصا الموداليتيز اللي هي بتنهانس السيركيليشن، ممكن انت بعد كده تساعد يعني هتساعد المالجننت تيومر ده انه يحصل له سبريد، عشان كده this contraindicated. البيس ميكر. البيس ميكر ده هو عبارة عن جهاز في بعض العيانين اللي عندهم مشاكل في الهارت بيركبوا الجهاز ده عشان ينظم ضربات القلب، يعني يبعت امبلس للهارت عشان القلب يحصل له انقباضات بانتظام. الجهاز ده ممكن يكون internally يعني بيعمل سيرجري ويركب الجهاز جوه، او ممكن يكون external بيعلقه كده في رقبته كده وبيبقى في سلكين بيخش جوه وبيعملوا تنبيه بشكل منتظم للهارت بيت. مشكلة انت لو استخدمت الكتروثيرابي موداليتيز خصوصا كمان الكتروثيرابي موداليتيز اللي هي بتطلع electrical current، ده ممكن يعمل interference مع الاداء بتاع اللي هو البيس ميكر ده او جهاز البيس ميكر ده، فممكن ياثر على الهارت فانكشن، وده از كونتراندكيتد. حتى لو الجهاز ده كمان ما بيطلعش كارنت، زي ما اتفقنا ان الاجهزه دي في العموم اي جهاز فيه كهرباء او فيه دوائر كهربائيه بيولد حواليه مجال مغناطيسي، مجال الكتروماجنتيك فيلد. الكتروماجنتيك فيلد على فكره ده ممكن كمان انترفير مع البرفورمانس بتاع البيس ميكر، فممكن يسبب مشكلة البيشن ده. فعشان نتفادى اي مشاكل
اي بيشنت مركب او بيس ميكر ما بنستخدمش معاه اي الكتروثيرابي ديفايس. ديب فينوس ثرومبوزيس. ديب فينوس ثرومبوزيس معناها جلطات بتتكون في الديب فينز، خصوصا الفينز الموجوده في اللور ليمب. واكتر عيانين عرضه للاصابه بالديب فينوس ثرومبوزيس، يعني بتلاقي الوولز او الجدران بتاعه الفينز نفسها بيتكون بيحصل فيها زي اكواجوليشن نتيجه الام موبيليتي فتره طويله، يعني العيان اللي هو بيدريدن سواء كان في العنايه المركزه او هو فايق وكل حاجه، بس مثلا كان عنده فراكشر في رجليه زي في الفيمر او في التيبيا وقعد فتره طويله ما بيحركش رجليه، فبالتالي المصل بامب اللي هو كان طبيعي وانت بتقف وانت بتمشي الكف مصل بتاعتك بيحصل فيها زي كونتراكشن. كونتراكشن ده بيعمل كومبريشن على الديب فينز فبيعمل بامبنج للبلد جوه الديب فينز. لو البيشنت ده قعد فتره كبيره ما بيحركش رجليه فبالتالي البلد هيقعد فتره كبيره ما يتحركش، فيحصل له زي ستيزس او ترسبات او اللزوجه بتاعته بتبدا تزيد، فبالتالي هيحصل كواجوليشن، تتكون كواجوليشنز. المشكله في الكواجوليشنز دي لو اتحركت من مكانها، اللي بيحركها من مكانها ممكن نتيجه انك انت كفيزيكال ثيرابيست تقوم تحرك الليمب نفسه او تشجع العين هو يحرك الليمب قبل ما يحصل ريليفنج للديب فينوس ثرومبوز دي، او انك تستخدم الكتروثيرابي موداليتيز بتزود السيركيليشن. مشكله لو ده حصل ممكن يحصل ديتاتشمنت او جزء من الجلطات دي يبدا ان هو يحصله ديتاتشمنت، يعني يقع من الوولز بتاعه الفين ويتحرك في السيركيليشن، هتعمل مشكله زي حته كده حاجه صغيره ممكن تقفل زي البلمونري ارتري او تروح على الكرونري ارتريز بتاعه الهارت اللي هي الارتريز اللي بتغذي عضله الهارت نفسه، فتعمل هارت اتاك او تعمل هارت فيلير، او ممكن تروح للسيريبرال ارتريز وتعمل ممكن تعمل ستروك خلاص. فعشان كده احنا الديب فينوس ثرومبوزيس عموما في العلاج الطبيعي عموما فيزيكال ثيرابي لو لقينا بيشنت عنده ديب فينوس ثرومبوزيس طبعا ما بنستخدمش معاه اي ثيرابيوتيك موداليتي سواء كان اكسرسايزز او الكتروثيرابي. طب بنعرفه ازاي العيان ده؟ طبعا هو في ساينز وسيمتومز تبقى واضحه عند البيشنت ده، بتلاقي الكاف ماسلز بتاعته سوولن، فيها سويلنج كده وهوتنس وريدنس وبينفول، لو جه هو يعمل شويه دورس فليكشن حتى لو انت عملتها له بس بتبقى فيري بينفول. طبعا اساسا لما العيان ده بيبقى عنده المشكله دي بتلاقي في بريكوشنز المسؤول الرعايه او مسؤول البيشنز او حتى التمريض بينبهه عليك ويقول لك ان البيشنت ده خد بالك ما تحركش رجليه عشان هو عنده ديب فينوس ثرومبوزيس، فانت لا تحركه ولا تحط عليه اي اجهزه. الابسوليت كونترا انديكيشنز برضو انريلايبل بيشنت. وانريلايبل بيشنت المقصود بيه هو العيان اللي انا ما اقدرش اعتمد عليه. زي ما تشوف في كل الابلكيشن بتاعنا في الديفايسز اللي احنا بنستخدمها لازم البيشنت اللي انا بشتغل عليه الاول لازم اديله انستراكشنز، لازم يبقى فاهم انا هعمل عليه ايه، لازم يبقى حاسس بالجهاز على جسمه، لازم يديني فيدباك. في بعض الاجهزه بحتاج ان انا اخد منه فيدباك عشان احاول اظبط الانتنستي اكوردنج تو ذا بيشنت فيدباك. لو البيشنت ده مش قادر يديني فيدباك او مثلا منتالي ريداردد او فيري يونج اقل من 3 سنين مثلا او فيري اولد او كوماتوزد، كل الكلام ده ساعتها مش هينفع ان انا استخدم معاه الجهاز، مش هينفع اديله انستراكشنز، مش هينفع اخد السيفتي بريكوشنز انتو كونسيدريشن، كمان هيبقى في مشكله في التواصل مع البيشنت ان هو يديني فيدباك عن حالته. تمام. الانريلايبل بيشنت انا حطيتها مع الابسوليوت كونتر انديكيشنز، مع احنا ممكن نحطها مع الريلاتيف، يعني ممكن اشتغل مع البيشنتس دول بس وذ كوشنز، بس انا حطيتها مع الابسوليوت عشان انت وانس انك لقيت الحاجه دي عند البيشنت ان هو ما تقدرش انك تثبته، ما تقدرش تديله انستراكشنز، ما تقدرش تاخد منه فيدباك، فبالتالي البيشنت عموما ما اقدرش استخدم معاه الموداليتي.